10 19 دقيقة في كل ابتسامة. كنجدد الترحاب بكم مستمعاتنا ومستمعينا أينما كنتم. مرحبا بكم في هذه الحصة المباشرة من برنامجكم الأسري لقاء مفتوح. لقاءنا غي مازال مواصل أكيد معكم ورفقة جميع ضيوفنا. وأرحب اللحظة بضيفتي الدكتورة أسماء المغراوي أخصائية في الطب الباطني. دكتورة أسماء صباح الخير. صباح النور استاذة حليمة. صباح الخير. صباح الخير جماعة طيبة. مرحبا بك وألف مرحبا. شكرا لك. شكرا جزيلا على الدعوة. اليوم دكتورة أسماء مغراوي غنتكلموا على الغدة الدرقية, خصوصا الناس اللي عندهم نقص في إفراز الغدة الدرقية. دكتورة أسماء. نعم نهضروا على النقص في إفراز الهرمونات دي الغدة الدرقية وما يعرف قصور الغدة الدرقية. تماما. فبزاف ديال الناس عندهم هذا الإشكال على مستوى الغدة الدرقية. دكتورة أسماء, يعني سواء فرط نشاط الغدة الدرقية أو نقص في الإفرازات ديال هرمون الغدة الدرقية, بزاف ديال الناس كيتعرضوا لهذه المسألة. كنسمعوها بزاف. نعم كنسمعوها بزاف. هي الغدة الدرقية هي واحد الغدة حيوية ومهمة جدا, يعني في الجسم ديالنا عندها أدوار كثيرة كثيرة ومختلفة. وبزاف الناس اللي كيتعرضوا إما زيادة في إفراز الهرمونات أو لا في النقص. والنقص هو اللي كثير, هو اللي شائع أكثر. هو اللي شائع أكثر. نعم هو اللي كثير. علاش هو اللي شائع؟ لأن حيت ما دي ستاتيستيك, يعني أن الناس كيتعرضوا بزاف للنقص. النقص أكثر من 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 الإفرازات. نعم. أو الإفرازات. واخا كيفاش نشرحوا طبيا هذا النقص دكتورة؟ يعني شنو كيطرى؟ يعني هذا الهرمون هذا كينقص الإفراز ديالو ياك؟ نعم كينقص الإفراز ديالو. هو لا ديفينيسيون ديال هاد قصور الغدة الدرقية هي واحد لا ديفينيسيون كلينيكو بيولوجيك, يعني انه كيكونوا اعراض ديال في الجسم بالاضافه الى نقص بيولوجي. يعني انا التشخيص كيدار بواحد التحليله كتسمى لا تي اف اش اللي كتكون طالعه عندنا في الجسم, وهرمونات اللي هي اللي كتفرز لنا هاد لا تي اف اش, هذه الهرمونات كيكونوا ناقصين عندنا في الجسم. نعم. وبالتالي تيكونوا بعض الأعراض اللي كتبان على الشخص أو العلامات المختلفة. دكتورة أسماء. نعم. ألوغ كاين أولا جوج ديال الحالات اللي هما خطيرين واللي كنبغي نشير لهم من الأول. ألوغ الحالة الأولى هي عند الرضيع. عند الرضيع الوليد الصغير أو البنت الصغيرة اللي كيكونوا عدد كاين ما يعرف بالهيبوتيغويدي كونجينيتال. ألوغ الهيبوتيغويدي هو القصور ديال الغدة الدرقية. القدر الواحد يزاد أنه ما عندوش, إما هذيك الغدة ما كايناش أو لا ما كتفرش مزيان أو لا صغيرة يعني في الحجم ديالها. وهذا الشيء كيقدر يعرض لينا الرضيع التشوهات ومشكل في النمو, كيقدر حيكون حتى ان غوطا مونطال, يعني ان انه تيكون شويه العقل ديالو ما كيتنماش بطريقه جيده. وهذا الشيء خطير 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 جدا. والحاجه اللي كتاسفنا هي انه العلاج ديالو سهل جدا, غير يكون تشخيص مبكر. يعني في البلدان بزاف ديال البلدان كيديروا لي ديبيستاج عند اي وليد صغير او بنت صغيره باش كيخلقوا كيقلبوا على هاد ليبوتيغويدي كونجينيتال باش اذا كانت كيبداو الدواء, يعني شحال ما بدينا الدواء بكري شحال ما مزيان شحال ما كان مزيان باش كنتفاداو هذوك المشاكل ديال النمو عند الاطفال. في المغرب يعني هذا ديبيستاج بحال يلاه بعد يلاه كنحاولوا نعرفوا به بشويه بشويه, ما كاينش بطريقه شائعه. هذه الحاله الاولى. والحاله الثانيه هي عند المراه الحامل. عند المراه الحامل اللي عارفه راسها انها عندها قصور في الغده الدرقيه او لا, اللي مثلا كتشوف لونطوغاز ديالها انه كاين مشكل ديال الغده الدرقيه, ضروري خاصها دير لو ديبيستاج ديالها تشوف هذيك الهرمونات ديالها واش كاينين او ما كاينينش. حيت الا كانوا ما كاينينش الاحتياجات ديالها خلال الحمل كيتزادوا, بما انه هي راها زعما عندها مهمة أساسية في النمو ديال الجنين. ديال الجنين. نعم. وإلا ما كانوش كمية كافية كيقدر يأثر على النمو ديال الجنين وكيقدر يعطيو حتى إجهاضات بزاف ديال المشاكل. نعم.
فهادو جوج ديال الحالات كيف ما ذكرتي اللي وخصوصا كما قلتي عند الأطفال الصغار يعني كل ما كان تشخيص مبكر كل ما كان يعني أحسن بالنسبة للعلاج. هنا بغيت نتكلم معك على الأعراض ديال قصور الغدة الدرقية دكتورة أسماء، يعني شنو هما الأعراض الشائعة اللي كتبان عند الشخص؟ دونك الأعراض ديال قصور ديال الغدة الدرقية اللي شائعة، أولا هو الإحساس بالعياء، يعني الواحد كيحس براسو عيان ما قادر يدير حتى شي حاجة، هو ما دارش شي مجهود كثير انا كيحس براسو الانسان مجهد متعب. كاين حتى تساقط الشعر، الاحساس بالبرد، عند النساء كيكون مشاكل في الدوره، يقدر يكون مشاكل في الدوره الشهريه، كيكون مشكل ديال القبض، قبض اللي هو ماشي يعني ماشي واحد اللي هو كيعاني بالقبض عارف راسو انه عنده القبض، يعني شي قبض عاد مفاجئ جديد. كاين حتى زياده في الوزن، وحاجه واحده اخرى هي الاكتئاب. بزاف ديال الناس كيظنوا راسهم انهم مكتئبين، وهذاك الاكتئاب شي مرات كيكون هو ناتج عن في الغده الدرقيه، يعني ماشي يعني كاين سبب بيولوجي ديال نعم. وهذه من الحويجات اللي ما كنربطوهاش دكتوره اسماء مع يعني قصور الغده الدرقيه، فاكيد ان نقص افرازات في هذا الهرمون ممكن تاثر لنا على النفسيه كيف ما قلتي مثلا اكتئاب. نعم حيت هذا الهرمون هو هرمون حي، هرمونات ديال الغده الدرقيه هي هرمونات حيويه، يعني ان هذا الدور ديالها في الجسم ماشي كدير واحد الحاجه وحده ولا جوج ولا ثلاثه، يعني كتساهم تقريبا في جميع لي ميتابوليزم اللي كاينين في الجسم، في الجلوكوز، على السكريات، على الدهنيات، على البروتينات، يعني عندها مجموعه من الادوار الحيويه في الجسم. يعني النقص ديالو عنده تاثير كبير على الجسم. نعم. المراحل الاخرى يعني ملي كيتم تشخيص دكتوره اسماء، شنو هما يعني المراحل العلاجيه اللي كتعطيوها للمريض اللي عنده نقص في الغده الدرقيه؟ الوغ كيما قلت لك في الاول، لا بالنسبه للرضيع ولا حتى بالنسبه للانسان زعما لي زادولت في النضج، الحمد لله هاد القصور الكلوي، هاد القصور ديال الغدة الدرقية عذاب، الحمد لله الأدوية في أغلب الحالات هي متوفرة ورخيصة، وإلفوا كنديروا التشخيص، والتشخيص بيولوجي، يعني كنتأكدوا منه بالتحاليل. نعم كدار في المستدار كنديروها، وإلفوا كنتأكدوا أن في واحد المرحلة يعني كنتأكدوا أنه كاين بصح هذاك القصور، كنقدروا نبداو الدواء. اولا كنحاولوا نلقاو السبب، بعض الاحيان كيكون السبب هو شي مرض مناعاتي. البارح هضرنا على مرض الذئبه اللي هو مرض مناعاتي كيقتل مجموعه من الاعضاء. الوغ هنايا بالنسبه للغده، المرض المناعاتي كيقدر يكون كيقيس غير الغده. نعم مرض مناعاتي ديال الغده الدرقيه، اولا كيقدر يكون انغواط، هو ممكن بزاف ديال الاسباب كنحاولوا نعرفوا على السبب، وكندوزوا للمرحله ديال العلاج، اللي هي العلاج في هو نقص من الهرمونات، كنعطيو هذوك الهرمونات اللي ناقصين اييه بالدواء. كنحاولوا حنا ناخذ الدواء، ودواء عباره عن دي كومبريمين كيتعطاو، غير هما عندهم طريقه ديالهم باش كيتعطاو. اون جينيرال كيتعطاو في الصباح، شكون مازال ما فطرش، ما تاكل معاهم، تتفادى انك تشرب معاهم الحليب، تسنى واحد او واحد نص ساعه عادي. يعني كاين واحد البروتوكول معين تخصصي. نعم كاين واحد البروتوكول معين، ولكن الحمد لله هو دواء متوفر، وزعما وحتى النتيجه ديال الدواء هو ما نساوش كذلك ننبهوا المستمعين ديالنا دكتوره اسماء مغراوي بان هذا الشيء لما تعالج يقدر يكون عنده مضاعفات خطيره للانسان. ممكن يعني الانسان يتعرض لامراض قلبيه
أو يعني إلى أشياء أخرى ممكن تصيب الصحة ديال الإنسان بشكل عام. فمن المستحسن أن الإنسان دائما يمشي يدوز كما تنقولوا يتشيكي على الصحة ديالو واحد المرة في العام، وخا ما يكونوا لا أعراض، ما يكون الإنسان ما كيعاني حتى شي حاجة، ما فيها بس نمشيو نديروا واحد المراقبة على الصحة ديالنا، نديروا بعض التحاليل اللي هي مهمة واللي هي كدار يعني بشكل عادي جدا يعني بدون وصاية طبية باش نشوفوا شنو عندنا. دكتورة أسماء. نعم تشقلتي أفضل حليمة مهم جدا. فأنا زعما كنشجع جميع المستمعين أنهم زعما مرة في العام واحد يمشي يدير الكونسلطاسيون ميديكال وبعد التحاليل اللي هما باينين بحال التحليلات ديال الدم، تحاليل بسيط جدا الواحد تيمشي كيديرهم، غير التحليلات ديال الدم بوحدها كتقدر تعطي مجموعه ديال المؤشرات والعلامات. دكتورة نعم تبارك الله عليك، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك دكتورة أسماء المغراوي أخصائية في الطب الباطني، إن شاء الله نتلقاوك في حلقة مقبلة بإذن الله.